مشاهدينا متابعينا وين ما كنتوا، رحبوا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم فوت ان وان. هذا البرنامج المتكون من 5 فقرات كاملة. الفقرة الأولى مبنية على التسديدات والكرة الثابتة، الفقرة الثانية على ضربات الجزاء، الفقرة الثالثة على الفصافاص، الفقرة الرابعة على الكرات العرضية، والفقرة الخامسة نختمها دائما بالتسديد على العارضة الأفقية ومحاولة لمس العارضة الأفقية في الملعب. طيب ما نخليكمش تستناو بزاف وراح نشوفوا ضيفنا لنهار اليوم. إذا مشاهدينا، ضيفنا لنهار اليوم هو شخص عزيز علينا وهو المحلل تاعنا في قناة الجزائر أنوان، ناصر عامر، محبوب الجماهير. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك خويا يوسف جورنا كريم تاني كباية حبك. العام الماضي ما حبيش تجوز معايا، كنت خايف من الخسارة. لا لا، خفت تربحني الأخ يوسف، أنت في عز شبابك وإحنا جاهز ماشي كيف يوسف. هذه يعني إنسان يكون صالح على اللي فات وقته ما يطمع في وقت. ولكن كنت لعب سابق، أنا ما لعبتش بزاف كيما أنتوما. على كل حال معليش، اليوم راح ما نفورسيوش بزاف، نخليكم تربحوا شوية. لا ما تخلينيش نربح. أنا كي نخسر من بعد ندير لي زاناليز تاعي، علاش خسرت مع يوسف؟ لازم تربحني يوسف. عندك ما دير لي زاناليز من بعد. ما أنا ندير، معليش أنا لازم تربحني باش نحس بلي أنت مازالك الله يبارك هذا وين جيت للدنيا وحنا فاتنا الوقت، باش ما نطمعوش يوسف. مازال لأنه بارك. كان ربحك أنت ولي نطمع بالك روح سيني نعاود نسيني. والله ما لازم نربحك. هيا خلاص، هذه هي يوسف، لازم الحلم اللي راني فيه تنحيولي. اليوم بإذن الله نشوفوا مستوى المحلل ناصر عامر في أرضية الميدان. قبل ما نبداو نشوفوا الدوق الرياضي تاعو، أفضل لاعب في العالم بالنسبة لك حاليا؟ رونالدو. مازالك مع رونالدو؟ مازال لي معاه، لأنه رغم تقدمه في السن مازال يمد حوايج ما يديرهمش. مع النص ماهوش مليح. ما راهم مليح على كل حال يوسف، راهم مليح. أنت تحب كريستيانو رونالدو؟ لا والله يوسف، بدون مجاملة رونالدو يقعد أسطورة، كل الشباب يمشوا بالصفة ديالو، خاصة من ناحية التدريب، من ناحية الليجيان ديالو، من ناحية عنده بزاف حوايج بوزيتيف، ان فري بروفيسيون. هذه بالنسبة لكريستيانو. يلا أفضل حارس في العالم. والله نقول لك كازياس، لأنه من أحسن ما أنجبت الكرة الإسبانية والعالمية، لأنه مر يعني بفترات يعني جد حلوة وفترات جد مهمة بالنسبة لفريقه، سواء في ريال مدريد أو الفريق الوطني الإسباني، رغم أنه كان في الآونة الأخيرة تعرض لضغوطات وكان مرض يعني من قلبه، لذا كان حبس يعني في سن ماهوش صغير وإنما سن 36 سنة. يعني بالنسبة لي كاسياس هو أفضل أحسن حارس في العالم. في الجزائر والله الوقت الحالي أنا مازال يشاد في مبولحي. مبولحي مبولحي يعني في العشرية الأخيرة هذه يعني واش قدم من 2010 والمام في الملعب 2000 يعني للسنوات هذه الاخيره، اظن مبولحي احسن حارس عبر التاريخ. نعم، مبولحي احسن حارس عبر التاريخ بالنسبه لكم. يلا باختصار، افضل مدافع في العالم وفي الجزائر؟ سيرجيو راموس. في العالم وفي الجزائر؟ في العالم سيرجيو راموس. والله كنا نقول لك في الجزائر نتكلم عنتر يحيى، اللي كان يعني ثاني مد وفي الفريق الوطني اللي مد حوايج وكان له الفضل باش سجل في مصر، وليس بهذا الانجاز باش نقول لك انا يا عنتر يحيى احسن مدافع. قدم اكثر من الهدف. قدم اكثر من الهدف هذا، نظرا ثاني العقليه تاعو، ثاني تاع الاحترافيه، جزائري كما يقول لك عنده هذاك النخاع. نعم الحمد لله، يعني احسن مدافع اللي مر على التاريخ. نعم، هذه بالنسبه لاحسن مدافع. بالنسبه لوسط الميدان، احسن في العالم وفي الجزائر احسن وسط ميدان؟ انا نظن في العالم، لما تشوف انت مودريتش في سن عطاؤه في السن اللي راهو فيه ومازال يمد، واش كان مد من قبل؟ مودريتش هو احسن وسط ميدان في العالم. وفي الجزائر والله لما تفكر يعني بالناصر. شويه بالناصر يعني لعب الاونه الاخيره، مين يقول لك وسط ميدان اللي كان هنا في الجزائر وخلى بصمه تاعو هو عدلان قديوره، خلى بصمه وخلى فراغ منذ ذهبه. تشوفوا احسن وسط ميدان؟ يعني احسن وسط ميدان حنايا عندنا في الجزائر. يلا نروحوا لاحسن مهاجم في العالم وفي الجزائر، باش نبداو التحديات. احسن مهاجم لما نقول لك ميسي احسن مهاجم.
وفي العالم في الجزائر؟ في الجزائر نروح نولي ما كانش محسن من رياض محرز. رياض محرز يقعد الأسطورة الكروية من بعد بلومي في كما يقولوا في الأوقات كاملة موش في وقته برك يعني لما ندير خلاصة كاملة نشوف بلومي ياليه محرز. نعم هذه كانت الأذواق الرياضية لمحللنا ناصر عامر. يلا نشوفوا مستواه داخل أرضية الميدان، تابعوا معنا. على بركة الله. شوف يوسف هكذا ويحب التحدي الاولاني ربحني بان بي دو ديكار كما شفتوه في التحدي الاول مع الشيخ ناصر تمكنت ان نفوق عليه. هو عنده بزاف ما لعبش لابيها شفتوه بالك شويه عيان كان تعبان بزاف وعنده بليسير تما لابيها تمكنت ان نفوق عليه في التحدي الاول. تحدي الدوزيام كيف كيف في تحدي ثاني كيف كيف ربحته مانغري قال لي عاود لي وعاود لي عاود لي بليزيور فوا مي ربحته في تحدي ثاني وقد ما سيت ربحه وما قدرتش. التحدي الثالث ثاني كربحني في التحدي الثالث مع الشيخ ناصر ايضا ربحته للاسف هو الوحيد في كل المنافسين اللي خسرت التحديات على التوالي يدخل التاريخ. الرابع ربحني هو يحب الكلمة هذه ربحني ربحني. وفي التحدي الرابع الشيخ ناصر أيضا خسر 4 تحديات كاملة. اما في التحدي الخامس ما حبيتش نزيد نربحو انتهت بالتعادل بصفر مقابل صفر. والتحدي الخامس درت القلب انا شويه شديته هذا واش كاين وصحة رمضانكم رمضان مبارك ان شاء الله لكل الشعب الجزائري والامه الاسلاميه وهذا شهر للانسان اللي راهم داوس ولا مع خاوته ولا مع فاميلته يعاود يولي الطريق تاع سيدي ربي
وهذا شهر الغفران، شهر الرحمه، من اطعم المسكين كانه ذهب الى كما يقولوا المكه. ان شاء الله ان شاء الله اللي يقدر يطعم ويقدر يعاون خاوته في هذا الشهر الكريم. واخر كلام سلام. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لختام هذا العدد من حصتكم فوت انوان، نلقاكم في مواعيد اخرى. قبل ما نختم نقدم تحياتي الى الاخ محفوظ، ونقدم تحياتي الى كل عمال فوت فايف الحاميز اللي وقفوا على نجاح هذا العدد. وصلنا لمسك الختام، سلام.